إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم للجزء الثاني من حوارنا الصباحي لهذا اليوم، اللي هو راح يكون الموهبة والإبداع في صناعة الكيك وأيضا الحلويات. مثل ما شفنا اليوم كيكة قناة رشيد اليوم نورتنا، وشكرا جزيلا لضيفتنا اللي هدتنا هذه الكيكة. فأعزائنا المشاهدين، التجارب اللي دائما تكون متواصلة وأيضا تكون في الطريق الصحيح، هي دائما تكون نتيجة للوصول إلى ما كنا نطمح إليه. فمن يتمتع بحس إبداعي وأيضا إصرار شديد على النجاح في مجال عمله سيصل إلى أهدافه مهما طال به الزمن، ومهما أيضا زاد الصعوبات ومخاطر هذا الطريق. ودعما منا على إنتاجنا الوطني وصناعة بأيدي عراقية، سرنا أن نستضيف ضيفتنا لهذا اليوم هدى فاضل، المتخصصة في صناعة الكيك والمعجنات الشرقية وأيضا الغربية. يسعد لي صباحك يا هدى. نعم، شلون صحتك؟ الحمد لله. نورتينا بالاستوديو قناة رشيد الفضائية. بالبداية شكرا جزيلا لك على هذه التحفة الفنية. لا والله شيء بسيط يعني، والعافيه عليك. لا شكرا اكيد ليش. بالبدايه هدى، بدايه حوارنا، كم سنه وانت تعملين مجال صنع الكيك والحلويات؟ والله تقريبا من سنه 2000 من 2000 يعني بلشت الشغل. نعم. اول شيء يعني هوايه يعني تعلمت يعني، وكنت اتابع برامج يعني، وتابع اليوتيوب، مواقع اجنبيه. يعني مو احد معين انه علمك، كانت من مواقع التواصل. يعني هي بداية يعني أنا هواية أحبها من أنا صغيرة يعني. نعم. طفلة أسوي شغلات بسيطة، وبعدين مر الوقت يعني أطور نفسي وذاتي. نعم، من خلال نقول التشجيع اللي طبعا أهلي هم يحبون شغلي، ويعني من يجون يفرحون، حسون إيش حسون شغلة كيكة بس بوسة الأمور هاي. صحيح. كل شيء يفرحون يعني، يعرفون يعني معروفة بالكيك وهاي السوالف. فقط الكيك لو باقي الأكلات اللي مثل نقول العراقية معروفة أكثر يعني شيء. الطبخ أني زين ابي بس. نعم. اكثر شيء هاي يعني حب لهذا الشيء اكثر يعني. اها، الحلويات. الحلويات المعجنات دائما من نسمع الشيف. صحيح. اللي ممكن يكون خاص بالاكلات الغربيه يعني شغله، واكو شيف خاص بالحلويات. صحيح. انا لا، اختصاص الكيك والحلويات المعجنات بصوره عامه، هي مو فقط انه الكيك. اي كافه انواع كل الحلويات كل شيء. طيب هل بإمكان أي شخص ممكن أنه يكون محترف بصناعة هذه الكيك والمعجنات، أم يجب أن ممكن نقول يمتلك فد مواصفات معينة لهذا الشيء؟ والله بقى هي يعني أي شيء بموهبة بالبداية. نعم. بس إذا إنسان يريد يعني يطور نفسه أو يعني يصير عنده إبداع يعني يتعلم يبحث. نعم. بالنسبة لي يعني كانت موهبة بس بحثت ودورت يعني. طورتي من نفسك خلال من ذاتي يعني، يعني حب لهالشيء هذا يعني انا طورت نفسي. اي نعم اكيد. واضح من الاشكال اللي ممكن دائما انه تكون هذا نموذج عن واحد من هذه الاشكال. طيب هدى، انت خريجه فنون تطبيقيه مثل ما عرفنا، تمام؟ اي. طيب هذا الشيء له علاقه بال يعني كان له موهبتك فد ممكن علاقه معينه، كان تطور ممكن الموهبتك فن صناعه الكيك؟ طبعا هو اصلا فن تطبيقيه، هو يعني فن. نعم. عندك فن يعني التصوير الفوتوغرافي، الزجاج، عندك تصميم الازياء. نعم. يجي بعد فن الكيك هو كل شيء يعني، يعني شو اقول لك يعني فشيء احترافي يعني. صحيح. هو قلنا الفن يدخل دائما، فاكو يعني ترابط بين هالشيء هذا يعني. نعم. يعني كيك والزجاج، فن الزجاج، اكو هم الكيك، اكو فن يعني كيكات بها رسمي على الزجاج. نعم. رسم على العجينه السكريه يعني. نعم. يعني كل شيء حسب الاشكال اللي ممكن انه تنطلب من عندك، فاكيد هذا كله الفن والتصميم والتشكيلات ايضا ممكن ايضا نطبقها على الكيكه. طيب هذا كل اللي سمعناه عنك، اكيد مشاهدينا سيتحمسوا ان يشوفون بعض من اعمالك. شو رايك نشاهد بعض من اعمالك ونتحدث عن عمل سوا؟ يلا يلا خلينا نشوف اعمال هدى ويانا. هذا العمل الاول، تحدثين عن هذا العمل، يعني الطلب كان عيد ميلاد لو شنو؟ كيكة شوكولاته. نعم. سوتها والله صديقاتي هديه الصراحه العام يعني. اي والله احنا احتفلنا يعني، شوف مناسبه امسيه حلوه قاعده، ممكن كلش عجبتهم يعني صدموا بها الصراحه بالطعم وبالشكل. نعم. كلش حبوها. هو يعني هسه من وراء هاي الحلقه ومن الاشكال مال الكيك حتى الرجيم اليوم هم راح. طيب هاي الكيكه هذا كب كيك، هذا والله سويته يعني زوجي عيد ميلاده يعني. نعم. شيء بسيط يعني، هو يعني من نوع يحب الشيء البسيط يعني شغلات. نعم. كان من طلبه وفكرتك كانت هي لو فكرتي يعني، وانا احب الكب كيك يعني، ليش يعني حتى بالفيس يعرفوني هدى كب كيك يعني. أه. كلش احب هذا الشيء يعني.
جميل، هاي الشكل الاخر. هاي رسم ايدي، ها طبعا يعني بالبدايه هو رسم شوكولا وبعدين نعم. كريمه زبده، يعني كله تصميم ورسمي. هاي سوتها البنتي حبيبتي. اها الله يحفظها. عيد ميلادها. كان عيد ميلادها؟ عيد ميلادها اي. هاي الشكل الاخر. هاي كان الطلب هذا. حنه، خطوبه، كيكه شفتها شويه. عيد ميلاد طفله، يعني بيها موجود يعني شغلات ميكي ماوس ولولو كاتي. اها شنو كان الحشو مالتها؟ والله بقتها يعني هم طلبوا اهم شوكولاته، يعني اكيد اغلب العراقيين يحبون الكاكاو والجوز والكراميل. اي في يعني والتغليف عجينه السكر. هذه الاخرى. هاي على شكل جذع. جذع مال الشجره. شجره. هاي ايضا فكرتش لو طلب كان. هاي كان هم طلب، يعني هي كانت بوقتها يعني الكريسماس. نعم. قال يعني فكرة يعني حلوة تخص الكريسماس، يعني قلت لها جذع شجرة حلو يعني ثلج وورد. صحيح. المقبلين أيضا على سنة جديدة. كلش عجبتهم. إي هذا يعني اسمه بودينج، عبارة عن كريمة وكاكاو. نعم. تزيين بالشوكولا هذا الأبيض. هذا الكيك اسفنجي. هو الكيك يعني الاسفنجي. إي هو هذا اللي أنا يعني أشتغله بداية من الصفر، يعني أبدي به بدون لا محسن ولا أي شيء يعني. تمام. هذا الاخر عجل. هذا الباونتي اللي نشرته اول مره على صفحه على الفيسبوك، البنات كلش حبوه. اها هذا اللي كلهم طلب لو مجرد انه مثلا مثلا يطلبون اهلك او عائلتك من عندك هذا الشيء، ممكن اني اقعد يعجبني اسوي مثلا فلان شغله خلي اجرب انه اسويها. والله بقى اني كل شيء احب اسوي. نعم. اهلي يطلبون مني مرات مرات لا اني اسوي يعني افكار جديده وامور. نعم. تعجبهم يعني. وبالصفحة أنت على الفيسبوك دائما يعني أشغل صديقاتي يعني أعلمهم وتعلموا من عندي يعني. أكيد ممكن إنه استفادوا من هاي. أكيد إيه. وهذا كل عندنا هاي الكيكة أيضا الأخرى. هاي كيكة دايت. هاي تفيدك. هاي تفيدني يعني. زين شنو مكوناتها هي هاي؟ هاي كيكة شوكولاتة بس ما بها لا طحين ولا شكر. ولا دهن. طيب شنو العدل اللون الجوزي مال العجين؟ كيك اسفنجي وكاكاو وسكر دايت. نعم. وطحين شوفان خليت بها يعني بوقتها يعني. أه. طحين شوفان كلش مفيد يعني انا كلش احب اكلات الدايت يعني دائما اسوي وانشر يعني. صحيح. اي دائما يكون حاليا هي بالوقت الحالي بسبب نظامات الاغذيه او الانظمه اللي ممكن يتبعها اكثر الناس من الكيتو وغيرها يستخدمون دائما يقول لك انا اريد اكل حلو، اريد اكل اكلات متنوعه لكن ما اقدر بسبب هذه. صحيح. السكريات والنشويات. يعني انا عندي فد كيكات هماتين مال المرضى السكري كلش يعني حبوها البنات وطلبوا من عندي يعني ممتازه يعني تاكلها تحسها كيكه يعني عاديه يعني شيء حلوه وطعم وشكل بس هي مال دايت. ما تاثر. وما المرضى ابد ما ياثر. ما عندها اي تاثير سلبي. كلها فايبر وفيتامين يعني بها مفيده كلش مفيده. طيب انت ذكرتي انه بعض التصاميم الكيك كانت من فكرتك انت، منين تستوحين هذه الافكار للتصميم؟ يعني بالبدايه قلت لك انا على اليوتيوب ابحث يعني مواقع اجنبيه. نعم. اخذ افكار من الاكبر من عندي الشيفات الكبار يعني امثال عندك ست حوريه زنون هاي مثل الاعلى يعني. نعم. كل شيء يعني اتابعها من زمان يعني. الشيف دعد حبيبتي هم هي صديقتي وياي بالصفحه. شيفات الكبار يعني امثال الشيفات العراقيين والعرب والاجانب اي شيء يعني. نعم. من خلال يمكن قنوات متخصصه بهذا المجال ومجالات الطبخ. طيب يعني هل بامكان صناعه اي شكل انا ممكن انه انا ارغبه بالكيك لو مجرد انه انا اتحكم او الشكل الكيكه يحكمني بتصاميم معينه او اكو اشياء ممكن تكون مستحيله التنفيذ بالكيك؟ هو بقى الكيك يعني بصورة عامة هو صعب. نعم. بس يعني بالممارسة بالعمل يصير سهل الشغل. التصاميم انت تتباوعها تبحث عنها تصير سهلة يعني. اكو تصاميم شوي بها صعوبة بها تركيز يعني بها اساسيات بها نظام. مو الوقت راح يتعود يعني اللي عنده حب هالشيء. نعم. هذا يتعود. نعم. يعني خلال هذا الشيء ممكن انه ايضا اللي اذا يجي مثلا طلب اذا كان من طفل معين او ممكن انا اعرف هوايات هذا الطفل ايضا شنو يحب ممكن شنو اللي اكثر شيء يباله من افلام كرتون ممكن او ممكن اي شيء استفاد من هذا الشيء بتصميمه. طبعاً. صحيح طبعاً. يعني صارت هذا الشيء وياك؟ اي هو يعني طلبوا مثلا يقولوا يعني احب بنتي تحب هذا الكرتون الفلاني الشخصيه الفلانيه على حسب الصوره يعني اسوي الكيكه وحسب طلبهم يعني الحشوه اللي يحبوها الشكل اللي يحبوه هم
طيب احنا ذكرنا بالبدايه انه شاكرين جزيلا لك على الكيكه، بس اريد هسه خلينا نحكي شويه على شنو طول صناعه هذه الكيكه. يعني هو حسب الوقت، الكيكه الاسفنجيه تاخذ فقط ساعه، يعني ساعه ونص مرات. الحشوه، طبقات الحشوه، نعم، الاشكال هاي يعني لها وقت تركيز، يعني حسب كل كيكه، حسب اللي انا انفذه لها، حسب الوقت اللي ياخذ. أنا أم صحيح في البيت، فكل ما علي وقت فراغ أنا أجي أشتغل الكيكة براحتي. نعم. عندي شغل أجل شوية وهكذا أكمل شغل يعني. وأطفالك كم طفل حضرتك؟ عندي أربعة. أربعة؟ طيب ماكو واحد بهم إلى حب أو استطلاع بهذا الشيء؟ كلهم يحبون الكيك، كلهم. كلهم؟ خصوصاً عندي بنتي إيلين صغيرة كلش تحب، يعني شاركي ماما هذا شنو هذا شنو، تأكل وياي وتي، يعني كلش تحب هاي الأشكال والأنواع. تحب يعني تقلدني في زي مشيبك يعني و. تشتغل فقط هي عادش من باقي اولادك لو يعني اولاد الكبار يحبون يعني ياكلون يحبون هو احنا دائما بالمطبخ نحب ناكل ما علينا بهذا الشيء مرات ابني كبير يجي يقول ماما اعطيني الخلاط ويجي ويخفق وياي يعني على الالواز مثل ما يقول الناس شيف انت كبار ان شاء الله ليش لا احنا هم انا قناه رجعتنا واحد من ابرز الشيفات شيف عرفان تحياتنا له الله يسلمك طيب مثلك الاعلى دائما يكون بهذا المجال اللي اتخذتيه والله مثلي الأعلى قلت لك شيف حورية زنون حبيبتي شيف الدعاد يعني هواي شيفات يعني ما خير مع بعض يعني صحيح تابعين بيجات ممكن يكون أجنبية أو ممكن طبعاً يكون تصاميم يعني يكون عندهم مختلفة أيضا أنا يعني دائما يعني أترجم مواقع الأجنبية أترجم الوصفة وأنزلها للبنات يعني ويعني أنا ما قلت لك بالبداية صديقاتي وياي بالجروب نعم. يعني فتحت قبل شيء 10 سنوات جروب تعليمي يعني أعلم بالمجان أعلم يعني شغل الأساسيات الكيك الشغل كيك الإسفنجية شلون يعني بداياتها الكريمة يعني بالسبات ولا شلون نستخدم الكيك وهذا هو يعني هواية تعلمه والله ما شاء الله يعني فتحوا في شغل لهم بيجات وهو يعني يدعوا لي الحمد لله يعني صحيح. يعني دعوة كلش أنا أحبها من عندهم دائما هذا الشيء ولا ما توصلت هنا يومكم أنا صحيح هذا الشيء دائما يفرحني يعني أكو بعض الناس إذا مثلا خاض بمجال معين أو تجربة معينة يرفض أنه يعلمها لشخص آخر ممكن يحب يدخل بهذا المجال يقول لك أنا ها سر المهنة ممكن هاي فد وصفة سرية يعني ما أعطيها لحد هو يحاربوني بالفيس يعني شلون تعطيني سر المهنة وتشرحي يعني دروس يعني أكتب دروس يعني كاملة بالفيديو بالكتابة بأدق تفصيل كل شيء على الماسنجر يغاسلوني بدون لا كلمة ولا الملل يعني تعجبون يعني ماكو منش يعني ما امدح بنفسي يعني لا صحيح بس كل شيء استفادوا من عندي بس هم دي يسمعوني ويشوفون البنات اكيد حبيباتي تحياتنا اي والله طيب سلم عليهم اكيد نوجه لهم تحيه من خلال كاميرتنا وبرنامجنا صناعه الكيك وايضا تصنيع المعجنات الشرقيه والغربيه مثل ما عرفنا ايهما اصعب بالنسبه لك الكيك ولا المعجنات طبعا الكيك الكيك تتمشي على الرسبيس الوصفة به أساسيات يعني طحين بيض شكر مقادير بالكوب السوائل الجافة أي شيء يعني كله قياسات لازم يعني مو مثل الأكل طبخنا إحنا نحط منه ونخلي منه نقول عينك ميزانك ماكو هذا الشيء كله نظام يعني دقيق يعني لازم صحيح لان يمكن اهم شيء تكون مقادير قد ما هي مضبوطه قد ما انه شكل الكيكه يطلع مثل ما انا عندها طعامها لازم هذا الشيء دائما انه احنا نركز عليه لان اكو بعض يمكن يعني ربات البيوت ممكن انه يستخدمون يقول لك انا ما استخدم مقدار معين انا حسب النظر حسب صارت هذا الشيء وياي وقالوا لك احنا ما عندنا اكواب قياسيه والله علمتهم يعني انتم عينكم يعني بين الكوب هالقد طحين هالقد انتم مو وقت حتعودون على الشيء هذا وفعلا يعني نجحت في الشيء ونوصل هاي الصوره لهم أكيد. والحمد لله يعني الحمد لله طيب الفرق بين المعجنات الغربيه وايضا المعجنات الشرقيه الشرقيه يعني دائما تعتمد على النكهات مثلا يعني لك العربي الزعفران الهيل المستكه الغربيه لا الغربيه يعني اكو يعني اختلافات عندهم هم نظام الوصفه والمقادير احنا لا نظام الشرقي يختلف عينك ميزانك خلي هذا حط هذا نفس يعني نفسك طيب اكلك طيب اكلك طيب هاي دائما بس الغربي لا ما عندهم هذا الشيء عندهم يعني حسب وصفه هي وصفه يعني ماكو تقدر تبدل فيها النكهات يعني الطعام اي بس مال النظام وصفه لا اكيد انه هاي النظريه مثل ما نقول مال المقادير ما يعني ما يعترفون وما يتكلون على هذا
الشيء مثل ما نقول. طيب هذا يعني مثل ما ذكرنا قلتي الفرق، ممكن المعجنات الشرقيه تكون اكثر دسومه صحيح من الغربيه؟ يعني مو شرط، عندك المطبخ اللي نستخدمها الدهون، صحيح هو دهن الحر، احنا معروفين بالزبد اكيد الكريمه، بس المطبخ الفرنسي لا هم دسم، يستخدمون الزبد والدهن، عندك البريوش، التوست، يعني هو عندي شغلات براسي هم فيه. لا لا صحيح اي صحيح قلت بيها يعني بيها دهن اها، لكن يمكن ما نسبها تختلف حتى اذا كان بها دهن، لكن ممكن انه النسب يعني تختلف عن اللي متعودين احنا عليه. طبعا اي في دسامه، واكو شغلات طيبه، اكو شغلات لا ما تنحب، يعني اكو شغلات اني اجنبيه لعبت بالوصفه، مثلا احط بدل الشكر هي مثلا العسل، بدل الطحين طحين شوفان، بدل الدهن اخلي مثلا زيت زيتون، يعني احاول انه اجيب اداه صحيه، لان يعني انا احب الدايت واحب يعني الاكل الصحي دائما يعني. نعم. طيب اريد اتحدث معك عن يعني عن انواع المعجنات او الحلويات اللي ممكن تصنعيها، بغض النظر عن موضوع الكيك، لكن الحلويات والمعجنات خلينا نجي لها شويه، حدثيني اكثر عن اللي ممكن تصنعي منها. هي بصوره عامه انا دائما اسوي الكيك للاطفال البيت، يعني الكيك الساده، كيك الكريم مثل هذا الشغل، اعياد ميلاد، المعجنات اسوي خبز شوفان دائما اسوي لهم ويحبوه. نعم. التوست هذا الهش اللي مال الصبح فطور، صحيح، بريوش، فطائر يعني هالمحشوه باللحم بالدجاج بالسبيناك هم يحبوها اولادي. نعم. البيتزا يعني حسب الطلب، يعني اكثر شيء يمكن تستخدموها عشاء هاي الاشياء مع المعجنات على مود نخلص مثل ما نقول من عندهم، هي معجنات وشاي وها هي خلص عندنا وجبه العشاء. ابي ابني يسمعني كلش يحب المعجنات، احب الخبز، احب الفطائر بشكل يعني صحيح. طيب شو رايك نشاهد بعض اخر من اها ما عندنا؟ تمام. طيب كيف من الممكن انه نتواصل هسه مشاهدينا الكرام، ممكن اللي شافوا شلون ممكن انه يتواصلون وياك، عم ممكن عندهم طلب مناسبه معينه تعديها لهم، او معجبين مثلا باعمالك ممكن انه يتواصلون وياك، شنو الطريقه؟ وهي يعني اكثر شيء عرفوني عن طريق السوشيال ميديا، يعني هو الفيسبوك، الانستغرام، عرفوني يعني من زمان يعني. نعم. طيب البيج شنو اسمه؟ البيج مالتي اسمها هم هدى كب كيك، نفس الاسم. نفس الاسم. اي نفس الاسم. طيب مواقع التواصل الاجتماعي، احنا نشوف دائما انه اي كثير من المبدعين، كثير من الشباب اللي عندهم مواهب ابداعيه ممكن يستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي على مود يروجون اكثر مواهبهم، فادتش مواقع التواصل الاجتماعي؟ طبعا هوايه يعني، حتى انا حصلت على اصدقاء هوايه من صديقاتي بنات يعني. نعم. يطلبون كله عن طريق الفيسبوك، يعني هواي فائدة الفيسبوك يعني كلش، يعني كان له فائدة كبيرة. طبعاً. وخلال يعني شيء سهل، يعني شيء عصري وسهل، رسائل الخدمات يعني عن الفيسبوك كلش سهل يعني. نعم. طيب ذكرتي انه كثير من البنات تعلموا منك، صارت ممكن انه دورات تعليم الناس كيفية صناعة الكيك، المعجنات بكافة انواعها، الحلويات بكافة انواعها؟ طبعا هي يعني المرأة العراقية يعني تحب تشتغل دائما يعني. نعم. الأم العاملة يعني اكو هواية يعني متعينات يعني، فيحبن انه يعني يبدع عن او شيء، فأنا حبيت هذا الشيء انه اوفر لهم هن وقاعد ببيوتن يعني بالمجان. نعم. يعني سوت هذا الجروب الخاص بي، اني انشر الوصفات اللي المهمة الأساسية. نعم. طريقة التزيين بالفيديوهات الأجنبية عن طريق فيديوهات اني الي يعني اسجل لهم، يعني هواي شغلات استفادوا من عندها والحمد لله. الحمد لله هواي ناس فتحت ان هذه مشاريع وكان باب يعني رزق لهم. يعني والله يعني شو اقول لك، انا ما اريد اذكر يعني اسماء. نعم. الارمله اللي ام يتامه، امراه شهيد، يعني فتحوا شغل لهم ويدعوا لي يعني، يدعوا لي يعني، ونحن الحمد لله والشكر لو ما انت يعني احنا ابسط شيء، ويعني ناس يعني عندهم هالخبره هذا الشيء يعني ما يذكرون الاسم. صحيح. احنا دائما ما يذكرون يعني الشغل منها ما يذكروا. نعم بالفعل. احنا دائما نتامل هذا الشيء، هاي غير العراقيه قلوب على قلوب دائما معروفين العراقيين، من نرضى انه نشوف احد محتاج واحنا واقفين انه نقدر نساعده. بالختام شكرا جزيلا لك على هذه الكيكه اللي سويتها. بس هاك دايت؟ لا هاي لا مو دايت، هاي مو دايت، كراميل بيها. قلت لك انا اليوم راح تخربين علي كل شيء. اذا شكرا جزيلا لك مره ثانيه، وشرفتينا باستوديو قناه الرشيد الفضائيه. اشكركم، اشكر كادو استديو
رشيد كلهم يعني واحد واحد. هذا واجبنا. وأشكر الأستاذ اللي استضافني أستاذ علاء. أكيد الأستاذ علاء دائما. أشكر صديقاتي طبعا نفتح. هم اللي لو ما هم شجعوني على الشيء هذا يعني ويدعوا لي ودائما يعني وياي أنا ما أصل هل وصلت يعني. شكرا جزيلا لك ونتمنى لك دائما الموفقية بحياتك والمزيد من التقدم والنجاح. شكرا جزيلا.